احنا سبحان الله كان هناك انتقادات عنيفه جدا ضد ريني فايلر عندما كان يقول لك اصل هو ما بيثبتش التشكيل، على طول بيعمل التدوير وبيعمل. عرفتوا بقى فايده التدوير دلوقتي ايه؟ عرفتوا فايده الروتيشن اللي بيعمله ريني فايلر خلال الفتره اللي فاتت كان عامل ازاي؟ او كان بيعمل كده ليه؟ لكل من كان يهاجم تدوير ريني فايلر. عندك دلوقتي كان حمدي فتحي اتصاب، فقال لك الاقرب يا حسام عاشور يا اليو ديانج، فاليو ديانج اتصاب. دلوقتي عندك حسام عاشور ممكن يلعب، زي ما قلت لكم ممكن احمد فتحي يخش في وسط الملعب ويلعب، ممكن يتم تغيير طريقه اللعب كلها. ممكن يغير طريقه اللعب يلعب بدفندر واحد. محدش عارف، احنا ما دخلناش دماغ عشان نعرف. وبالمناسبه الراجل مركز تركيز كبير جدا 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 الفتره دي على الفريق، مش عايز يفكر في اي حاجه تانية غير مباراتي الاولى في الدوري اللي هي من المفترض ان تكون الجونه ومباراه النجم الساحلي، ولا شاغل دماغه بقى هتتلعب في رادس، هتتلعب في مادس، هتتلعب في الصفاقسي، هتتلعب في النجم الساحلي، مش فارق معاه خالص. هو الراجل فارق معاه الفريق، ال11 اللي هيلعبوا والسبعه البدل اللي هيبقوا موجودين من وسط 30 نجم بيختارهم. فحاجات الحقيقه بتحصل بتخلينا دايما، وانا اسف ان انا هكرر هذا الموضوع، حتى الان انا ما اعرفش، ما اقدرش اقول لحضراتكم على الهواء مباشره من داخل قناه النادي الاهلي، ما اقدرش اقول لحضراتكم اليو ديانج مصاب قد ايه، مصاب ولا مش مصاب، ولو مصاب هيقعد قد ايه. ما اقدرش لانه رسميا حتى هذه اللحظه لم يتم الاعلان. فده بالنسبه لاليو ديانج. طب اليو ديانج لو لا قدر الله طلع مصاب وهيقعد اسبوعين زي ما بيقولوا في المواقع والسوشيال ميديا، هيحصل ايه يعني؟ نفسنا كان يبقى حمدي فتحي موجود، كان نفسنا يبقى اليو ديانج موجود، ولكن في نفس الوقت لا، عندنا حد في حجم حسام عاشور، عندنا حد في حجم ريني احمد فتحي، عندنا عقل في دماغ ريني فايلر. ما تعرفش ممكن يعمل ايه؟ ممكن يغير لك طريقه اللعب زي ما كان بيحصل في مباراه الزمالك، اما لعب لك اجاييه كل الناس قالت لك ايه ده؟ ايه التشكيل الغريب ده؟ كسبت ثلاثه بطولة السوبر، بعد كده قام بلاعب اجاييه مرة تانية، وبعدين دفع بحسين الشحات ناحية اليمين وعمل تغييرة مش عارف فين وعمل ايه وعمل ايه، فضلت تكسب 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 والدنيا فضلت ماشية كويس. بيقابلنا حظ سيء في المكان ده، بيقابلنا حظ سيء في المكان ده حمدي فتحي واليو ديانج، وحمدي فتحي تحديدا هو اللي كان اقرب ان هو يكمل اللعب فيه مع المنتخب او مع النادي الاهلي، ولكن الاصابة دي قدرية حصلت. ففي مين تاني بقى؟ المنافسه كانت هتبقى ما بين اليو ديانج وحسام عاشور. طب اليو ديانج اتصاب، كنا نتمنى من كل قلبنا ان الاثنين اللعيبه دول يكونوا موجودين، ولكن خلاص هو ده الواقع اللي قدامنا هنتعامل عليه خلال الفتره اللي جايه بهذا الشكل، ان حسام عاشور يلعب ممكن، احمد فتحي يلعب ممكن، يغير طريقه اللعب خالص ويلعب بلعيب ديفندر واحد بس يكون اي اسم او اكس من الاسماء اللي موجوده، ممكن جدا اي حد في المجموعه اللي احنا بنتكلم فيها دي يقدر يعمل كل الامور دي. فعشان كده بقول لحضراتكم ما تقلقوش من حاجه، عندنا مدير فني جيد، عندنا طبعا النتيجه دي دائما في الاول وفي الاخر بتبقى بتاعت ربنا مش بتبقى بتاعت حد، محدش يقدر يتكلم فيها. وانا دايما لما بتكلم مع حضراتكم بقول لكم ان كل النتائج اللي بتعرفها كره القدم هي مش نتيجه واحده، مش المكسب بس. ولكن احد الاصدقاء امبارح واحنا في برنامج سهره معه او كتير بيقولوا لنا مشكله الجيل اللي كان متواجد فيه النجم الكبير كابتن عماد النحاس وكابتن بركات وكابتن ابو تريكه وكابتن وائل جمعه وكابتن شادي وكابتن سيد معوض وكابتن جلبرتو، ان هو بيقول لك علمتونا ان احنا نكسب على طول، لكن كره القدم ما فيهاش نكسب على طول، كره القدم فيها مكسب وخساره وتعادل. لكن انت كنادي اهلي لا، انت عندك 30 نجم،